الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله جل وعلا وراقبوه، واجعلوا خير زادكم من هذه الدار هو التقوى. فبتقوى الله عز وجل يحصل لكم الخير، ويحصل لكم المنافع العظيمة في الدنيا والأخرى. فما أسعد من اتقى الله في دنياه وفي أخراه، وهل أعدت الجنة إلا لأهل التقى؟ قال جل وعلا: إن للمتقين مفازا. عباد الله، يقول الله جل وعلا، ونقف مع هذه الآية والتي بعدها من الآيات من سورة آل عمران، يقول الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والآيات التي بعدها يقول الله، وهو ينادي أهل الإيمان، ينادي أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة، ينادي عباده بالمسارعة لما ينفعهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة. وكيف تكون المسارعة يا عباد الله إلى مغفرة الله؟ تكون مسارعتك يا عبد الله إلى مغفرة ربك سبحانه بالإيمان بالله ورسوله، بالتوبة إلى الله والإنابة إليه، بالحرص على الأعمال الصالحة، وعلى رأس ذلك أداء الفرائض، باجتناب ما حرم الله عليك من المعاصي والمنكرات. نعم، كل ذلك من أسباب التي إذا فعلتها نلت مغفرة ربك سبحانه. لأن العمل يا عباد الله من امتثال المأمور واجتناب المحظور يدل على التوبة الصادقة عند العبد بينه وبين ربه. ربك يدعوك بلفظ المسارعة لتعلم يا عبد الله أن طريق الآخرة والسير إلى الله لا ينبغي أن يكون فيه تأني، لا ينبغي أن يكون فيه تسويف: غدا سأفعل، غدا سأصلح من أمري، غدا سأبدأ واظب على الصلوات في المسجد، من غد سأتوب إلى الله، من بعد شهر أو بعد كذا. لا، ليست هذه من صفات أهل الإيمان والتقى. ولذلك قال الله في وصف عباده، في وصف الأنبياء والمرسلين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهم الرسل كانوا يسارعون في الخيرات. وقال الله في وصف المؤمنين: وهم
من اقتدوا بأنبيائهم ورسلهم، ولا غرابة في ذلك. فالله يصف الرسل هنا بهذا الوصف، ويقول الله لنبيه: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ثم يقول الله في وصف المؤمنين: أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مسارعة ومسابقة لتعلم يا عبد الله أن هذه الدار دار امتحان وابتلاء، دار امتحان وابتلاء. فمن وفقه الله علم بأنها ميدان للتزود من الأعمال الصالحة، فيتزود ويسارع ويبادر ويسابق. ولذلك عبر الله هنا بقوله: وسارعوا. وفي سورة الحديد قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، جنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت لمن؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فانظروا لمن أعدها الله. فهل حرصت أيها المسلم أن تؤهل قلبك وقالبك لتكون من أهل الجنة، لتكون من أهلها؟ الله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا كان عرضها كعرض السماء والأرض، فكيف بطولها يا عباد الله؟ فكيف بطولها يا عباد الله؟ هيئ نفسك يا عبد الله، ماذا بعد هذه الدار إلا قرار إما في الجنة أو في النار؟ هيئ نفسك لتكون من أهل الجنة، وتكون ممن أعد الله لهم عز وجل هذه الجنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بادر يا عبد الله إلى جنة أعد الله عز وجل فيها لعباده، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن حتى تكون أنا، حتى أكون أنا وأنت من أهل الجنة، هل فكرنا بصفاتهم؟ هل تأملنا في القرآن؟ وربنا يجلي لنا صفات المتقين، لنحرص بقدر المستطاع أن نتصف بها. ولذلك قال الله: أعدت للمتقين، كما أن النار أعدت للكافرين، فالجنة أعدت للمتقين. وعلى وجه الإيجاز، من هم المتقون؟ هم الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. وقد ذكر الله هنا بعض خصالهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء، في اليسر والعسر، في الرخاء والشدة، في الغنى والفقر، إن فتح الله عليهم ووسع عليهم زادوا في النفقات، وإن حصل شيء من الضيق لا يحتقرون من المعروف شيء. الذين ينفقون في الليل والنهار سرا وعلانية أولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فانظروا كيف أن الله تعالى ذكر هنا أول صفة من صفاتهم: السخاء والجود. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الأولى والثانية تتعلق بتعاملهم مع الناس، الأولى فيما يتعلق بالإنفاق، والثانية لها صلة بسخاء النفس وعفو النفس والقلب في التعامل مع الغير. الله يقول: والكاظمين الغيظ. ما معنى والكاظمين الغيظ؟
الذي يكظم غيظه معناه يكتم غيظه في نفسه ولا ينفذ ولا يسترسل معه، فيحصل له من أخيه، من قريبه، من زوجته، من ولده، من جاره ما يسبب له الغضب والغيظ، فيكظم غيظه، يكظم غضبه ويكتمه ولا يسترسل معه. هذا يا عباد الله صفة أهل الإيمان، صفة أهل التقوى والكاظم للغيظ. وربما بعض الناس يقول هذه الصفة صفة سهلة على النفوس أو شاقة، هي سهلة لمن سهل الله عليه، ومنافعها للناس في دينهم ودنياهم عظيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. ثم كررها، قال: أوصني. قال: لا تغضب. كررها، قال: لا تغضب، حتى كررها ثلاثا. انظروا إلى هذه الجملة، لو نظرنا إليها مكونة من كلمتين، الأولى لا الناهية، والثانية تغضب، وإذا أردنا أن نزيد ثالثة لا تغضب يا فلان، لا تغضب أنت. وإذا رأينا إلى واقع الناس يوم استرسلوا مع الشيطان وهو يشعل نار الغضب في قلوبهم على أتفه الأسباب، لوجدنا العجب العجاب والفتن العظام التي تحصل من جراء الغضب. فكم من شخص قتل بسبب الغضب، وكم من شخص صارع غيره واقتتلت قبيلتان وكان شرارة الفتنة الغضب، وكم من شخص يطلق زوجته والسبب هو الغضب، وكم من شخص قد يفعل الأفاعيل في أولاده أو في كذا والسبب هو الغضب. والقتال الذي يدور بين الناس وبين الدول والأمم والقبائل والصراعات، ستجد أن الغضب له دور كبير وسلطة حاضرة في إشعال نيران النفوس في قلوب الناس، فيسترسلون مع القتال والفتن والحروب. ولذلك وصف المؤمنين والكاظمين الغيظ، يقول صلى ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، أي يستطيع أن يفعل ما يدعو إليه هذا الغيظ والغضب، قال: دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور أيهما شاء. فانظروا ما الذي ينتظر من كظم غضبه، كظم الغيظ لا يدل على جبن، لا يدل على ضعف، إنما يدل على عزة نفس وقوة قلب. فانتبه أيها المسلم أن يأتيك شيطان من شياطين الإنس أو من الجن وقد صبرت على غيرك أو على فلان وتحملت لله جل وعلا، فيقول: تحملت؟ سيقول الناس عنك أنك جبان، سيقول عنك الناس أنك ذليل. ولذلك يأتي الشيطان ويوسوس هذه الهواجس في نفوس كثير من الناس. أترضى أن يقول الناس عنك أنك جبان، أنك ذليل، أنك كذا؟ وإذا به يحركه فيحمل السلاح، وتحصل أمور لا تحمد عقباها بين الناس. ثم قال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والعافين عن الناس، عافين عن ماذا؟ شخص أساء إليك، تعدى عليك بسب أو شتم، تعدى عليك بظلم، قطع صلتك الواجبة عليه، الله عز وجل يحثك على العفو، فيقول: والعافين عن الناس. الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كيف يكون الإعراض عن الجاهل؟ بسبه، بشتمه، بلعنه؟ الله يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فعلمنا يا عبد يا عباد الله أن العفو عن الناس من خصال المتقين، من خصال الكرماء، من خصال العقلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله يزيد من عفا عن أخيه زاده الله رفعة وعزة، وليس ذلا ومهانة.
كما قد يزين لك شيطان الإنس وشيطان الجن، وما تواضع عبد لله إلا رفعه، والله يحب المحسنين. فيا عبد الله اتصف بصفات المحسنين، سواء كان فيما يتعلق بتعاملك مع ربك. والإحسان هنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، كما جاء تفسيره عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإحسان في التعامل مع الخلق، الإحسان مع الوالدين، مع الأقارب، مع الزوجة، مع الجيران، مع الأولاد. حاول أن تتصف بالأخلاق الحسنة والتعامل الطيب، من الابتسامة والكلمة الطيبة وكف الأذى وبذل الندى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتخلق بالأخلاق العالية في تعاملك مع غيرك. فالله يقول: وقولوا للناس حسنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. قلت ما سمعتم، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال تعالى: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سبحان الله. الله يقول: والذين، ما زلنا يا عباد الله في صفات المتقين الذين أعد الله لهم الجنة، هل هم معصومون من الذنوب والمعاصي؟ لا، هم بشر يقع منهم الزلل والخطأ ويقعون مثلهم مثل غيرهم، ولكن لهم حال وصفها الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالمعاصي كبائر أو صغائر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا وعيده، ذكروا وقوفهم بين يديه. قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن يعودون إلى ربهم، يتوبون إليه سبحانه، لا يصرون على الذنب والمعصية، يقعون يذنبون، هم بشر، لكن الإصرار ليس من صفاتهم ولا من خصالهم. إلى من يعيدون؟ يعودون إلى رب سبحانه عز وجل، يرجعون إلى خالقهم ومالكهم، يرجعون إلى الرب الرحيم الغفور. فيا عبد الله اعلم أنك مهما أذنبت أو فعلت السوء أو أسرفت لن تجد والله إن عدت إلى ربك إلا ربا غفورا رحيما. كيف لا، وقد قال ربنا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ فكم دعا الله عباده إلى التوبة مهما أسرفوا مهما أذنبوا. إياك 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 أن تسلم نفسك للشيطان، لأن بعض الناس قد يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، أما ما بينك وبين الله؟ الله عز وجل يقول كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وقبل ذلك قال ربنا أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإياك أن تستسلم لشيطان الشيطان الذي يثبطك ويقنطك من رحمة الله، فيأتي إليك فيقول: إلى متى تذنب وتتوب؟ إلى متى تذنب وتتوب؟ إما أن تكون من المذنبين العاصين، إما أن تكون من التائبين الصادقين. أما أسلوبك هذا تتوب ثم تذنب، أنت منافق. يأتي إليك ويؤزك ويقول: أنت منافق. طيب ما هو الحل؟
هل نبقى على ما نعلم؟ ما في داعي لا للتوبة ولا للصلاح ولا للاستقامة. لا يا عبد الله، هذا والله من تزيين الشيطان، معناه أنه تمكن منك واستحوذ عليك وقنطك من رحمة ربك سبحانه جل وعلا. بعض الناس ربما يفكر يصلي الفجر جماعة، يقرر يعزل، يأتي الشيطان يقول طيب هل ستصلي الفجر جماعة كل يوم أو تصلي يوم يومين وتبطل؟ والله ما نظام النفسين، أنا أواظب وبعد الناس يشوفوا وجهي أصلي، بعد اليوم الثاني يقولوا أين أنت يا فلان؟ قد رأوني، لا يبقى مكانك كذا. وهكذا وهكذا أساليب ومداخل شيطانية تثبط العباد عن طاعة الله وعن التوبة إلى الله والعودة إليه. ولذلك انظروا، عودوا إلى هذه الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلى الله؟ لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه عز وجل. أنت تتوب إلى الله، لا تتوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لا تتوب إلى فلان ولا إلى علان ولا إلى الولي الفلاني ولا إلى العالم الفلاني، أنت تتوب إلى ربك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أن فعلهم معصية، يعلمون بأن الله يقبل التوبة وأن الله عز وجل يقبل عباده، يدعوهم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهلا بادرتم يا عباد الله؟ وهلا بادرنا جميعا لتطبيق ما أنزل الله؟ هلا سعينا للاتصاف بهذه الصفات؟ هلا جاهدنا أنفسنا وقلنا يكفي يكفي، كفانا والله أن نستسلم تارة لتثبيط النفس الأمارة بالسوء أو جلساء السوء أو الشيطان أو الدنيا؟ العمر يمر والأيام تمر ونحن نقترب من أجالنا، فمتى نتوب إلى الله ومتى نعود إليه ومتى نكون من المستغفرين التائبين العائدين؟ قال ربنا بعد ذلك، بعد أن قال أعدت للمتقين في الآية وسارعوا، قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. وقد قال في قد سمعتم أنتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هذا أمر الله. ثم بعد أن بين الله صفات المتقين قال أولئك أي الموصوفون بما ذكر من الصفات جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر ونعم أجر العاملين، ونعم أجر العاملين أي الجنة التي أعدها الله لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أموالهم وصن أعراضهم. اللهم يا رب العالمين عليك بأعداء الإسلام أعداء الدين الذين يحاربونك ويحاربون أولياءك، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.